أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني. قالت الوزارة إنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب اعتبارا من يوم الخميس الموافق 11 من أغسطس وحتى يوم الاثنين الموافق 15 من أغسطس. أوضحت الوزارة أنه في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، فقد تم إنشاء كليات جديدة بالجامعات الحكومية وسوف يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2022.